يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب دايما متجمعين. النهاردة طبعا بنعمل أكلات من غير لحمة ومن غير فريخ، وطبعا بما أننا في أيام استثنائية في السنة، فأكيد إحنا بنستغل الأيام دي وبنعمل وصفات مناسبة جدا جدا. خلاص كلها يوم ونختم سنة عدت ونستقبل سنة جديدة. تعالوا النهاردة كده نعمل أفكار لطيفة بسيطة من غير لحمة ولا فراخ ولا سمك. عايز أقول لكم هتعجبكم جدا جدا، تنفع فطار، تنفع كمان على البوفيه. عايز أقول لكم إنها بجد مبهرة، فبعد الفاصل استنونا. كل سنة وكلنا طيبين، يا رب يتعاد علينا كلنا الأيام بخير. زي ما بقول دايما وهفضل أقول إن إحنا بنبقى آملين متعشمين، هو يوم والأيام كلها شبه بعضها، بس فعلا اليوم ده كلنا بنبقى رافعين دعائنا وصلاتنا، بنقول يا رب بداية جديدة، يا رب سنة جديدة، يا رب سنة تعويضات، يا رب سنة خير، يا رب سنة سلام، يا رب. وأكيد أكيد أكيد يعني إن ربنا هيعمل كل خير لصالح العالم كله. عايز أقول لكم إن إحنا دايما وأبدا بنستغل المناسبات علشان نطلع أفكار جديدة في المطبخ، أفكار بنبقى مش عارفين نستغلها علشان إحنا مش في سيزون مناسبات. فعايز أقول لكم المطبخ غني جدا جدا بالأفكار، والنهاردة يوم بلا لحمة بلا فراخ بلا أسماك، فهنعمل وصفات نباتية خطيرة، سواء للناس الفيجيتيريان أو حتى الناس الفيجن، ودول طبعا أصعب من الفيجيتيريان بكتير، أو الناس الصايمين. كل سنة وكلنا طيبين. أول حاجة هعملها هي الشجرة. طبعا إحنا عملنا كمية شجر الأسبوع ده ولسه مكملين، يعني حاجة حلوة كده. النهاردة هنعمل شجرة لذيذة جدا، معجنات بسيطة. بصوا هي فكرتها أبسط عجينة في الدنيا اللي أنا بعتمدها، ودي عجينة بتتشكل معايا، هحشيها برضو بحاجة بسيطة قوي، وهقولك أنت تقدر تحشيها باللي أنت عايزاه، حتى ولا حتى تعمليها زيادة هتبقى حلوة قوي. النهاردة هنعملها وهنزينها، تقدر تقدميها بقى بكرة، تقدر تعمليها النهاردة، تعمليها في بوفيه، تعمليها للولاد الصبح. في كل الأحوال هي بسيطة ولذيذة، وبجد متأكدة أنها تعجبك. تعال نقول المقادير ويلا بينا. شجرة الكريسماس، أول حاجة هنا عندي كوبايتين ونص دقيق، وعندي نص معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار خميرة فورية، ومعلقة كبيرة عسل أبيض. نقول كمان شجرة الكريسماس عندي، دي مقادير العجينة، أبسط عجينة في الوجود. كوبايتين ونص دقيق، نص معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار خميرة فورية، معلقة كبيرة عسل أبيض، كوباية مية دافية، كوباية لربع، كوباية وربع على حسب الدقيق بتاعنا، وطبعا بلمها بزيت زيتون. بسيطة بسيطة بسيطة، وأهم تركة فيها هي البساطة، مش عايز عجن كتير. نيجي بقى للوش بتاعها. أنا بحب أحط شوية زيت زيتون على شوية توم بودرة على شوية بقدونس وزينها، فتبقى شجرة شجرة. طيب وشوية رمان مفصص وروزماري. الحشوات بتاعتي أنا جاية وبقولك أنا هحشيها زيتون وفلفل ألوان. عايزة تحشيها بقى أنت مشروم براحتك، عايزة تحشيها جبنة برضو براحتك، عايزة تحشيها جبنة موزاريلا، جبنة رومي، جبنة فتة، عايزة تحشيها أي شاورمة فراخ، شاورمة مشروم، فهيتة مشروم، عايزة تحشيها أي حاجة. عندك العجينة والحشوة بتاعتك. أنا هترجت السهل اللي هو أنا عايزة الفكرة، احشيها زي ما أنت عايزة. طيب دايما بقول العجينة دي حلاوتها في بساطتها، يعني كل ما كانت بسيطة كل ما كانت العجينة دي تديكي النتيجة، يعني مش اللي انت متوقعها، لا لا لا، أحلى من اللي انت متوقعها بكتير. أول حاجة بجيب العجين، وبقول طبعا ان هي تنفع من غير عجين، بس أنا هنا بصراحة بستسهل خلاص علشان ايه الوقت. بحط أول حاجة الدقيق، كوبايتين ونص دقيق، وعليهم ذرة الملح. اوعي تحطي الملح ابدا على الخميرة، مش صح خالص. الملح اهو بيبقى على الدقيق،
لو حطيت الملح على الخمير ايه اللي هيحصل؟ الملح على الخميرة على طول مش هتوقف عملها بس هتقلل عملها، يعني عارفين كده هتعطلها. فانا بحط الملح هنا، وحاجة انا ما بكتبهاش في اي معجنات ولا اي مخبوزات ولا حتى عندي كيكات، ولكن دايما بقول لكم معلقة الخل الساحرة بس كده. وبعدين اجي بقى هنا على جنب كده في البولة بتاعتي، واحط الخميرة اهي، واحط عليها معلقة العسل، ولو ما عندكوش معلقة العسل هنحط عليها ايه؟ معلقة سكر بس كده. حاجتين بيتحطوا على الخميرة فقط لا غير، العسل او السكر والمية الدافية. وزي ما قلت لكم المية الدافية او المية اللي هي يعني اكتر من دمع العين بشوية، بس بشوية صغيرين جدا، اكتر من دمع العين، لان لو حطيتها دمع العين مع الجو الساقع ده ممكن ايه ما تدينيش النتيجة اللي انا عايزاها. فانا ايه بخلط كده مية سخنة اهي تمام جدا، واروح حطه وابدا اقلب. انا بحب، ودي حاجه برضو انا اكتشفتها مع الوقت، ان انا اعمل ايه، امسك كده المعلقه واقلب هنا عندي في السكر والخميره، او السكر او العسل والخميره، لحد ما ادوب الخميره. دي حاجه انا بحبها، اكتشفتها مع الوقت ان فعلا بتنجز جدا جدا في العجين وبتديني نتيجه سريعه، غير لما بحط المكونات كلها على بعضها هنا خلاص واشتغل، بحس ان الخميره بتفضل كده بحالها، ما بحسش ان هي بتدوب. فدي حاجه، بصوا انا ممكن بقول حاجات تكون بسيطه بس مش عايزه اقول لكم اثرها في نجاح الوصفه عامل ازاي. بصي بقى يا ست الكل، انت مش تبقي عارفه خميرتك شغاله ولا مش شغاله، بقول دايما غطوها خلاص وسيبوها ربعايه. طيب بعد ما نسيبها ربعايه، انتوا عارفين انا عندي هنا الجو تلج ماشي، يعني احنا بالاضافه ان الجو ساقع احنا كل التكييفات هنا شغاله طبعا عشان الاجهزه. فانا عندي هنا لولا بس الملامه انا كنت سبت لكم الخميره دي على جنب ووريتها لكم كمان شويه، هي عايزه مكان دافي مقفول، بحطها في الميكرويف بتاعي او في الفرن وهو مش شغال. اللي هلاقيه بقى هنا بعد ربع ساعه الاقيها كده عليت، بصوا بدات تعمل فقاعات خلاص، هلاقيها عليت. مجرد ما تعلى الخميره عندك انت كده خميرتك حلوه وزي الفل، كملي بيها المعجنات بتاعتك. اتفقنا؟ اتفقنا. انا ما عنديش الوقت ده فهعمل ايه؟ هحطها كده وهرجع احط هنا برضو ميه اشطف مكانها، وكمان ميه عاديه نزلته تحت عشان هنا بس ميه الكاتل سخنه بس كده. اعادل الميه بتاعتي واحط، واروح بقى حاطه في العجان ويلا ضربه اهو. اوعي تحطي زيت ولا سمنه او اي حاجه او دهون قبل ما تعجني العجينه بتاعتك. تاني ما تحطيش زيت، ما تحطيش زبده، ما تحطيش سمنه قبل ما تعجني العجين بتاعك. وبعدين عجنتيها ولمت تمام ظبطتيها، حطي بقى زيت، حطي سمنه اللي انت عايزاها، حطي زبده اللي انت عايزاها، وعجنيها تاني، علشان ده بيعطل كمان ان العجينه تطلع عندي حلوه. خلوا بالكم، تعالوا بقى ندي بصي هي لمت مقادير بس اهي، هتبقى عندي ملزقه شويه. ايوه انا عايزه كده، انا عايزاها كده ملزقه شويه. بصي اهي في ايدي ملزقه اهو خلاص، انا عايزه كده. هعمل ايه؟ هرجعها تاني، مهم انها تكون ملزقه التلزيقه دي. وبعدين انزل عليها كده العجان
ويجي هنا بقى عمل ايه الزيت بتاعي. احط كده 3 معالق زيت واضربي بقى لحد ما الزيت يختفي تماما، برده ما بتاخدش ثواني. بس خلاص هطلعها، بصوا سايبه ازاي عندي هنا وهشه. دايما بقول العجينه بتاعتي دي هشه، في عجين كده ما تمسكوها تحس ان هي تقيله، الكثافه بتاعتها لا تقيله، لا دي هشه جدا جدا وهي طريه زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي بقى ما تلزقش بايدي، خلاص الزيت غلفها ودخل جواها. اخدنا وقت، خدناش وقت. طب هي دي هتعمل لي شجره، هتعمل لك شجره وحلوه جدا كمان. تعالوا بقى نشيلها عندنا في البوله، خطيره خطيره، احلى عجينه بعملها يا جماعه. وزي ما بقول لكم التكنيك بتاعها البساطه، عايزين تطلعوا العجينه دي اعملوها زي ما عارفين كده كانكم بتعجنوش، يعني اللي هو بس لفه مكونات مش اكتر. بصوا بقى جمالها، احطها هنا اهي واروح احط عليها نقطه زيت واسيبها بقى تخمر معايا اهي، واتاكد ان الزيت نزل تحت اهو بس كده. بصوا بشيلها وبحطها عادي جدا ازاي اهي، شايفين بس كده ما بتلزقش تمام. بس هي خفيفه خفيفه مش سميكه مش تقيله كده. هنروح لفاصل بقى ونرجع نشوف الخمرانه معانا هنشكلها ازاي ونعمل بيها احلى شجره للكريسماس ازاي بعد الفاصل. استنونا. بتاعتي البسيطة جدا جدا قد ايه خطيرة. بصوا بقى اكيد انتوا حفظتوها خلاص، ودي عجينة البيتزا ها. بصوا بقى بصوا عاملة ازاي، بصوا عاملة ازاي تحفة. ارش رشة الدقيق الحلوة بتاعتي اهي، خلاص. بصوا بقى انا هعمل ايه هنا، هقطع كده ماشي واروح عامله كده اهي، ومكوره كور 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 لجوه واسيبها ترتاح. استنوا بس انا لازم ايه الاول اديها العجنه دي خرج منها الهواء تماما الاول، مهمه قوي. وبعدين اروح عامله كده، انا عايزه يعني من 17 ل 18 كوره. ادي واحد وادي اتنين. بصوا بقى مهم قوي يا جماعه ان انا اعمل الحركه دي لجوه، ليه؟ علشان لما اجي افردها واعملها واحشيها تبقى مش فاضيه من جوه، تبقى لا مظبوطه تمام. ودي هتدينا العجينه دي هتدينا ده هتدينا اكتر وهتشوف. والكور بتاعتي هنا لسه لما هتقعد وترتاح كمان عايزه اقول لكم بتكبر، ولما بتدخل الفرن بتكبر اهي. بس حاسه ان دي صغننه، عادي هنعملها فوق اهي كده. بصوا الاول بروح ببططاها وبعدين مدخله كله كده في بعضه اهي، الحركه دي مهمه جدا، شايفين بتلم على بعضها ازاي اهي تمام. طبعا في اللي هو اختراع ده كان طلع من مده اللي هو يعملوها بالكوبايه، بس الكوبايه هنا او الفنجان هنا هيديني اكبر ما انا عايزه. هيعملها بسرعه بس هيديني اكبر، انا عايزه هنا اطلع كميه حلوه، خلوا بالكم. طبعا العجينه دي انا قلت ان دي عجينه بيتزا ودي العجينه اللي عملت منها فينو. عايزه اقول لكم مفيش حد جرب الفينو الحمد لله اللي عملناه غير وانبهر بيه، طعمه حلو طعمه حلو مش مكتوم.
عايزه اقول لكم لقيته في مكان ما الـ24 بنفس الطريقه، يعني عارفين شكل الفينو بتاعي كان مختلف عن اي فينو تاني، خلوا بالكم. فشفته في مكان بيبيعوا ها الـ24، حسيت ان ايه ده ايه ده، دي عجينه، ده حضرتك ميه وسكر وشويه دقيق وملح، فين في ايه، وخميره يعني، فين في ايه ليه. وعايزه اقول لكم خطير خطير خطير، ويتاكل حيف من حلاوته. فعايزه اقول لكم ان المعجنات سهله وبسيطه، ما تقلقوش منها، اشتغلوا فيها وما تقلقوش من النتيجه طالما انتوا بتتبعوا كل حاجه انا بقولها. والحمد لله زي ما بقول لكم المعجنات والحلويات لازم ناخدها من مصدر ثقه، يعني الحد ده نكون جربنا له حاجات قبل كده، شفنا له حاجات قبل كده وطلعت معانا ناجحه. مهم قوي يكون مصدر ثقه، ليه؟ لان يعني بجد الحاجات دي عايزه تكنيك، وكمان عايزه شويه تفاصيل، رغم انها بسيطه الا انها لو ما اتقالتش فهي ممكن ما تطلعش الوصفه مظبوطه. تعرفين ان انا هنا ربنا يعلم، يعني بقول كل صغيره وكبيره، كل تنتوفه تستاهل او ما تستاهلش، عشان عارفه ان ممكن الحاجه الصغيره دي تفرق معانا. طبعا الناس الدقيقه لو عايزه بقى تشتغل بالميزان، اتفضلي حضرتك اشتغلي بالميزان وزني العجينه بتاعتك وقسميها بقى، شوفي هتقسميها على 18 على 17 قد ايه. لكن انا بصراحه بشتغل بالبركه اهي، وهتطلع معانا خطيره. لما احنا كده وصلنا لكام؟ على فكره انا مصغره ومكبره علشان انا هعمل فوق مثلا وهعمل تحت كده اللي هي ايه الشجره، وفوق وتحت كام بقى؟ عدوا معايا كده واحني كده، شفتوا بقى، شفتوا البركه حلوه ازاي. طيب الحشوه طبعا تقدري ان انت تحشيها جبنه موتزاريلا بتطلع تحفه، تقدري تحشيها طبعا ميكس جبن وسبانخ، يعني ايه سبانخ فريش، تحطي عليها شويه نعناع، او طبعا ان احنا خزنناها مع بعض، تطلعي حبه تسيبيها تفك وتنزل ميتها تماما، مهمه قوي الفروزن خلاص، وبعدين تروحي واخداها حاطه عليها جبنه فتة وجبنه موتزاريلا وجبنه كمان شيدر ورشه نعناع ورشه ملح وفلفل اسود، واحشيها بيها وتفرجي على الحلاوه بتبقى تحفه. او تروحي حاشيه سبانخ لوحدها مع زيتون بتبقى خطيره برضو، سبانخ مع بصل بتبقى حلوه قوي. بصي الافكار كتير، المهم العجينه تبقى مظبوطه معانا، لكن الافكار عايزه اقولك ان هي كتير جدا. احنا هنعملها عشان النهارده طبعا من غير لا لحمه ولا فراخ ولا سمك، فهنعملها ايه بالفلفل والزيتون، وبتطلع حلوه جدا، طعمه 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 يعني. طبعا ممكن نحط جبنه فته مع الزيتون لو عايزين، ممكن نحط جبنه كريمي مع الزيتون، ما نحطش طبعا جبنه اسطنبولي، طبعا ممكن تتحشي جبنه اسطنبولي لوحدها، لكن ما نحطش حاجه حادقه مع حاجه حادقه. كام؟ عدوا معايا كده يا شباب، هو انا كده كده هخلصها بس ابقى عارفه عملت كام معايا برضو. شاطره يا رنا، نعدي كده وقولي لي تعد كده وتقول لنا كام، عدوا انتوا كمان. ماشي، طب حلو قوي، خلاص خلصنا اهي. باجي هنا بقى علشان ارصصها لازم اشتغل بالتنازلي، يعني ايه؟ يعني اشتغل بقى احط فوق 7 أو 6 وبعدين تحت أقل بواحدة، وبعدين الصف اللي بعدها أقل بواحدة، وهتلاقي معايا الشجرة ظهرت بس كده. طبعا كل ما ايدك تتمرس فيها تلاقي ايه السهولة دي. طيب أنا ابتديت منين؟ حطيت من أول هنا، شايفين؟ فهاخد اول واحده من هنا، عندي هنا بقى صاج خلاص بيدخل الفرن، انا فرشاه ايه؟ فرشاه ورقه زبده، تمام؟
اروح واخده بقى اول واحده. بصوا تعالوا بس شوفوا اول واحده عامله ازاي ولسه الباقي عامل ازاي. اول واحده هتلاقوها وشها كده بقى املس، ليه؟ ارتاحت. فلما ترتاح اخدها اهي افردها بمنتهى السهوله. خلاص ابدا احشي بقى من جوه. يلا نحشي ايه بقى؟ نحشي زيتون وفلفل الوان بس كده، واقفلي عليها. بصي بقفل ازاي، تعالي اهو بصي ها انا معاكم. بصوا بقى بقفل كده 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 عليها كده كده كده، واروح عاملاها كده اهي. خلاص كده بقت ايه؟ كوره محشيه، شايفينها؟ هحط بقى هنا زي ما اتفقنا، نحط هنا من فوق الاول. يلا نحشي تاني. بص ممسكه بايدي، مش محتاجه انا الشابه ولا اي حاجه، اهي اهي. خلاص بفردها فرده حلوه، واحط فيها ايه؟ زيتون، احط فيها بقدونس، احط فيها شويه فلفل الوان اهو. بصوا بقى بقفلها ازاي، تعالوا بصوا بقى من هنا كده اهي، واخد دي كده وادخل جوه اهي، وبعدين كده كده كده. في اي حاجه على فكره ممكن تتحشي شوكولاته خام برضو، خلوا بالكم. وعندي الكوره اهي، بصوا بقى بمقد بعض ازاي. ينفع تتحشي طبعا شوكولاته خام، شوكولاته قابله للدهن. ممكن نحط فيها كمان بينات باتر، ممكن نحط، بصوا اللي انتوا عايزينه حطوا. ايه رايكم بقى اشكلها كلها كده؟ بس ثانيه واحده علشان تشوفوا بس اول صف، وهندخلها الفرن. طب هندخلها الفرن على كام؟ فرن طبعا يكون مسبق التسخين، مهم قوي يكون مسبق التسخين. بصوا على طول اهي دوريه عندي ازاي خطيره، ونروح حطها جنب اخواتها اهم. عندي هنا كام؟ ثلاثة. فاضل عندي هنا في الصف ده اتنين، علشان اتنين وهبدأ من هنا احط ايه؟ اربعة. بصوا في نص الاتنين اروح حاطة واحدة، هوريكوا دي وبعدين نروح لفاصل، نرجع تلاقوني مخلصاها وتشوفوا شكلها، علشان بس ايه ماخدش من وقتكم كتير اهو. بصوا بحط هنا، شايفين؟ انا هنا هكملها خمسة، وهنا هتبقى أربعة. في النص كده ما بين كل اتنين بحط كورة، ما بين كل اتنين وانزل بقى لحد ما تنزل على ايه؟ على شجرة خطيرة، فاهمينها؟ بس كده. طبعا انا مبتدية هنا، دي انا هفهمكم بس، دي هتبقى القاعدة بتاعتي، عشان بس ايه حسيت ان انتوا ممكن تكونوش متخيلينها، بس انا بظبطها كده ان انا ببدا من فوق، بس في الاخر هي هتبقى دي القاعده بتاعتي. يعني هنا قاعده الشجره وهنا راس الشجره، فاهميني؟ بس كده تبقى سهله جدا جدا ان احنا بعد كده تطلع معانا شجره بمنتهى السهوله ومتزينه لوحدها. هقول لكم كمان هنزينها ازاي بطريقه لذيذه جدا. بس كده اهي هنا، واروح حاطه ايه؟ اختها. فاهمين بقى التكنيك؟ هكمل هنا اتنين، وهنا يبقوا كمان اتنين، وبعدين تلاتة، وبعدين اتنين، وبعدين واحد، وبعدين الرجل ايه بتاعت الشجرة، وهنا بقى ممكن نحط اي حاجة. تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف هتبقى شكلها ايه. استنونا. بصوا انا خلصتها بس ما رضيتش ادخلها الفرن قبل ما تشوفوها. بصوا بقى عامله ازاي عندي، شجره ولا مش شجره؟ دي بسيطه ولا مش بسيطه؟ عايزه اقول لكم كده انا عامله 18، كنت عامله 19، وال 19 ملهاش مكان فشلتها خلاص. 18 واحده، شايفين كانوا حجمها عامل الله تحفه، شايفين كان حجمها صغنن زي الكور، وبعدين لما اتحشت كبرت ازاي، لما ارتاحت كبرت ازاي، خطيره وبسيطه وتحفه، وطعمها انتوا هتتوهموا بيه. طيب
هعمل ايه؟ هدخلها الفرن. الفرن طبعا مسبق التسخين، يفضل يكون فوق وتحت، يا سلام. درجة حرارة 200، مش تاخد معانا وقت، وبعدين نشوفها تخرج لازم اعمل لها حاجة كده بسيطة علشان تفضل هشة كده وطرية وبتلمع وجميلة، وبعدين نزينها مع بعض. اتفقنا؟ وزي ما احنا متعودين المعجنات اول ما تخرج من الفرن لازم نعمل فيها ايه؟ لازم نغطيها. مهم قوي يا جماعة ان احنا نغطيها، ليه؟ علشان البخار كده ينزل عليها، فايه اللي يحصل؟ تفضل طرية ما تبقاش ناشفة. اوعى تعرضوها للهواء، دخلها وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. بس كده. وبما اننا بقى شغالين افكار بسيطة بس عظيمة، وانا شايفة ان البساطة هي اساس اي حاجة حلوة، كل ما كانت الحاجة بسيطة ومش مكلفة كل ما كان اللي قدامي يتشجع انه يقوم يعملها وينفذها، وطبعا نفرح بيها الولاد، واحنا كمان على فكرة بنبقى فرحانين بيها. طيب اللي جاية بقى حاجة لذيذة جدا 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 هتبهركم، وبرضو مقدرها بسيطة قوي قوي ما فيهاش اي حاجة. هي ايه؟ انا هعمل يا جماعة شوية اشكال من البطاطس، اشكال من البطاطس لذيذة، وبعدين نبدأ نزينها. عايز اقول لكم مش احنا كده كده بنحمر بطاطس طول الوقت، طول الوقت جنب اي حاجه، فراخ وبانيه، مكرونه وبانيه، نحمر بطاطس، مش عارفه ان شاء الله عاملين شويه فول وبتنجان، بطاطس، فطار غدا عشاء هتلاقوا كده طاسه البطاطس المحمره دي اساسيه. طب ما تيجوا بقى بدل ما نقلي نشوي، ها؟ وكمان نعملها بطريقه حلوه جدا. طبعا عايزين تقلوها قلوها، بس انا عايزه اشويها اعملها بطريقه لذيذه خفيفه، وكمان كلنا ناكل منها وما نشيلش هم ايه الزيوت، وطبعا طبعا هيبقى توفير في الزيت رهيب. طيب هنعمل ايه؟ تعالى اقول لكم. اول حاجه عندي هنا البطاطس الحلقات، عادي البطاطس بتاعتنا، بس انا شويه متخناها. ليه؟ علشان لما هشويها في الفرن هتطرى اكتر، ولما تصغر وتطرى انا عايزاها تديني الشكل اللي انا عايزاه. خلاص اهي ده السمك بتاعها، اتفقنا؟ مش رفيعه قوي ومش صينيه بطاطس، لا اتخن شويه. طيب وبعدين ملح وفلفل اسود، زعتر، رشه بابريكا، زيت زيتون، رومي مبشور، بقدونس مفروم، وشويه رمان وروزماري، حركات بقى التقديم بتاعت ايه الايام الحلوه اللي احنا فيها. تاني هنعمل شجرة من البطاطس وأشكال من البطاطس، عبارة عن بطاطس حلقات سميكة، ملح وفلفل أسود، زعتر، رشة بابريكا، زيت زيتون، وللتزيين شوية رومي مبشور، طبعا من غير رومي عادي جدا، شوية بقدونس مفروم، وطبعا رمان وروزماري والحاجات الحلوة بتاعتنا. بس الوصفة عبارة عن شوية بهارات، زعتر، بابريكا، ملح وفلفل أسود، والبطاطس. هي دي الوصفة من الآخر، ولكن بقى التركة فيها ان احنا هنخليها بدل ما انها تكون بطاطس عادية متحمرة او مشوية، لا هنعمل منها اشكال حلوة جدا هتبسط الولاد. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب عندي هنا طبعا الاشكال الخطيرة بتاعت رأس السنة، ادي الشجرة بتاعت الكريسماس، وعندي النجوم طبعا، وعندي طبعا السنومان، وعندي الجرز، وعندي كمان شراب بابا نويل، والقلب طبعا. كل واحد بقى فيكم يختار النجمه اللي هو عايزها والشكل اللي هو عايزه، ويبدا بقى ايه يقطع البطاطس. طبعا الولاد هيتبسطوا جدا بالفكره دي. اول حاجه هروح جايبه هنا البطاطسايه اهي، واروح نازله عليها كده، تمام؟ بصوا ازاي. طب واللي فايض هنا حمريه عادي او اشويه، اهو هيبقى شكله حلو جدا برضو، مش هيترمي، اهو عادي يتحمر ويتاكل لذيذ جدا، او يتشوي زي ايه اخواته. طيب تعالوا نعمل بقى كمان، عندي هنا نجمه كبيره حلوه اهي، اوظفها بس كده، تمام كله دخل، نجيب واحدة أصغر اهي، تمام، بس أقلبها علشان أعرف أدوس عليها، بس كده طلعت معايا اهي، وأشيل ده بقى هلاقي النجمة ظهرت. بصوا عاملة ازاي، شايفين؟ طيب تعالوا نعمل ايه؟ نعمل جرز اهو،
بسيطة بس خطيرة. ايه دي؟ الجرس. طلعت معانا جرس، ونشيل الحاجات دي خلاص اهو، تحفة صح؟ وفكرة بسيطة جدا جدا، اللي هو يا جماعة مفيش الفرحة مش محتاجة، بس علشان احنا نفرح فرح مش محتاجة التكاليف، محتاجة بس ايه؟ حسن التدبير، محتاجة بس ان احنا نفكر خارج الصندوق، ما نحطش ابدا ابدا ان احنا مش عارفين نجيب، لا اصل دي هتبقى غالية، دي لا 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 خالص. ودي كمان شراب بابا نويل اللي بيبقى مليان هدية، ده نعمل قلب بقى. حلو، ناخد واحدة صغننة ونعمل قلب، بس دي تخينة شوية، اصغرها اهي، ونعمل قلب خطير كده صغنن. حلو قوي. ونعمل ايه تاني؟ بص بقى، ممكن نعمل نجوم، كذا نجمة مقاسات فوق بعضها، يعني من صغير لكبير شوية، يعني بصوا دي لما نحطها كده على دي، بصوا تبقى شكلها عامل ازاي، واللي قبلها مثلا تكون كمان اكبر شوية اهي، هوريكم قصدي. ونعمل شجرة من البطاطس، دي قد دي، لا دي كده، بصوا بقى شايفين عاملة ازاي، ونعمل واحدة اصغر، شايفين اللذاذة، اربعة كده، اربع مقاسات فوق بعض اهي، بصوا بعد ما يتشووا يبقوا لذاذ جدا جدا جدا. ولاد بقى بيحطوا عليها كاتشب كأنهم بيزينوها، كأنهم كده بيبروزوها، كأنها شجرة اهي. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه، هندخلها الفرن، بس قبل ما ندخلها الفرن هنديها الشكل اللي احنا عايزينه اهي. يعني ايه؟ حاضر، بس كده اهي، ده عندي لسه. بصوا الشجرة بتاعتي عندي هنا لسه اهو، بصوا الشجرة بتاعتي عاملة ازاي، تحفة اهي، بتستوي لسه، خطيرة لسه بتستوي. ماشي، تعالوا بقى نشوف دي هندخلها الفرن، وهتبقى جاهزة معايا زي ان هي تتاكل او تتحط زي ما احنا عاملينها كده كشجرة. ادي المقاسات، بصوا من الكبير كده للصغير، للصغير للأصغر، عشان نطلعها على طول نحطها ونشكلها اهي. تعالوا بقى نحطهم هنا ونشيل ده كده ونروق الدنيا لنفسنا، علشان حسش بكركبها. انا قلت لكم ان احنا هنديها شوية ايه؟ بهارات بسيطة، توابل بسيطة. اول حاجة عندي هنا الزعتر، بصوا بقى مجرد ما رشيت كده الزعتر، انا لو انتهى رشة حلوة كده. وبعدين عندي هنا زي ما قلنا رشة الملح، ورشة الفلفل الاسود، والرشة بقى اللي هتلون لي كمان البابريكا. حاجات بسيطة 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 اهي. هعمل ايه بقى؟ طبعا الزيت الزيتون مهم قوي قوي، حبة كده صغنانين، وادخلها اشويها في الفرن، قمة في اللذاذة. هدخلها الفرن، يلا بينا ونشوفها لما تخرج هتبقى عاملة ازاي. اهي هنا بقى، بصوا ازاي بدأ يلون بسرعة بسرعة. الشجرة عندي هنا
فاضل لها عايزه اقول لكم ثواني وتخرج. اخذت وقت معانا خالص، مشغلين فوق مشغلين من تحت على درجه حراره 200 220، تستوي معانا على طول. اهي انا بس ايه اوريها لكم. والريحه بقى، الريحه ما اقولكوش على حلاوتها. هدخلها بس تاخد لون اقوى شويه لحد ما نعمل الشجره بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل الشجره بتاعتنا. بعد ما خرجت من ايه الفرن اهي، اروح اجيب الخله بتاعتنا ونجيب هنا البلانشه اللي هنقدمها عليها. بصوا بقى هعمل ايه. تعالوا لي كده بعد ما خرجت من الفرن، بصوا حجمها قل شويه حبه حلوين، وده مهم جدا الحجم، عشان كده بقول لكم خلوها تخينه شويه عشان الحجم بيقل. تعالوا بقى بصوا شكلها عامل ازاي اهي. بصوا زي ما انا اهو فوق بعضهم، النجوم فوق بعضها. ليه؟ علشان ارصصها على طول. هعمل ايه؟ راح واخده دي وحطها هنا، وحاطه جواها ايه خله في النص كده، وبعدين اروح جايبه دي عليها كده، شايفين؟ وبعدين دي عليها كده، واخدين بالكو؟ ودي كده عليها كده اهي. شجرة لذيذة لذيذة من غير اي صعوبة اهي كده. نجيب تاني واحدة ونحطها هنا، وبعد ما نحطها نحط في نصها الخلة ونبدأ بقى. بصوا انا عايزة انزل بدي كده، بصوا اهي بخليها الطرف ده في نص الطرفين، الطرف في نص الطرفين اه، واروح واخدة دي كده ودي كده، يلفوا كده حوالين بعض. ناخد واحدة اخيرة اهي ونحط الخلة ونغني بقى ايه وعلى البساطة البساطة. طيب عندي هنا بقى رجل بابا نويل شراب سوري، وعندي هنا القلب، وعندي هنا كده الشجرة، و اهو اهي. بصوا علشان بس ايه يبينوا، هي شايفينهم كده، ودول يبقوا هنا كده، والولاد بقى اتلقط. ما احنا كده كده بنعمل البطاطس اهو. ايه رايكم؟ تحفه. والمعجنات خلاص اخدت اللون اللي انا عايزاه، تحفه. بس كده شكرا. هطلعها اهي، تعالوا شوفوها بسرعه عشان هعمل فيها حاجه سريعا كده واغطيها. تعالوا شوفوا حلاوتها. الله الله. بصوا بقى بصوا اللون عامل ازاي، وانا مش دهنها اي حاجه، مش دهنها اي حاجه. بصوا لونها. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه البقدونس، مهم جدا، بس هقفل دي كده في بوله صغننه دي كبيره اهي. بصوا بقى هحط بقدونس هنا وزيت زيتون، وطبعا ممكن زبده، واتفرجوا على حلاوتها بالزبده. واروح رشه رشه ايه التوم البودره، وقلبي كده اهو، ورشه البابريكا كمان. اي حاجه تعملوها حطوا لها اخضر واحمر، بس كده انتوا ايه بتحتفلوا. بصوا بقى بصوا بقى الحلاوه، زيت الزيتون مع عندي هنا البقدونس، مش عايزه اقول لكم هيخلي طعمها عامل ازاي، طعمها ولونها في حته تانية اهي. طبعا عايزين زبده، هتبقى حلوه قوي، بس الزبده برضو تكون سايحه ودهنوها كويس. طعم زيت الزيتون بصراحه انا بعشقه في العموم، بس كمان في المعجنات بيبقى في حته تانيه. بصوا بقى لمعوا لمعوا كده، بصوا بقى لونها عامل ازاي. طب بذمتكم ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ الولاده هتبقى مبسوطه، وانتوا كمان على فكره هتبقوا مبسوطين.
هتحاول احطها هنا ولا هتيجي ولا مش هتيجي؟ اهي كده تمام. تعالوا بقى نزينها. تعالوا نزينها. نزينها ازاي بقى؟ بالرمان. بصوا بقى رمان عليها كده حواليها. وهي كمان عندي هنا بصوا بقى لونها وجمالها. وعندي هنا كمان الروزماري اللي هو زي بقول لكم كاني بالظبط عندي شجره كريسمس بتحرك بيها ازين بيها اي حاجه في الوقت ده. اهو ده بس المقص يا شباب. مش اهي بصوا بقى اهي. واحط هنا كمان وعلى الوش. تحفة صح؟ ايه رأيكم؟ الواحد كده بيبقى مبسوط لما الحاجة بتطلع فعلا زي ما هو عايز وفعلا هو ما تعبش فيه. يعني انا عجنت معاكم اه طبعا كنت مجهزة عجينة بس انتوا شفتوا بساطة العجينة. شكلتها معاكم استوت معانا قدمتها معاكم. بصوا ودي احلى حاجة بحس كده يعني بصراحة بحس كده ان في عامل ثقة لما الحاجة تبقى طالعة قدامنا. يعني بحس بجد ان في ثقة كده. تعالوا بقى نشوف البطاطس اهي لسه بتستوي. احطها هنا عشان ايه الفرن هنا مشغلاه اسرع كده. خلاص هي قربت قربت. طيب مبسوطين بيها؟ مبسوطين بيها. الكاتشب بقى سعيد بعد اذنك. كاتشب ومايونيز بعد اذنك. طيب تعالوا بقى نقدم هنا. بص ممكن نرش بقى جبنه رومي عليها اهي على الشجره وعلى الحاجات اللي احنا عاملينها وكمان رشه بقدونس. احنا عارفين ان دي بتزين على طول. وكمان رمان. وهطلع لكم تاني دلوقتي اللي هنا. وبقى بصوا فظيعه الكاتشب بقى. وممكن اعمل خطوط رفيعه كده على ايه البطاطس رفيعه ما تداروش البطاطس كاننا بنزينها. هي مش محتاجه والله شايفين كده كان نازل ايه من فوق. مش محتاجه هي تحفه اصلا. تعالوا نطلع كمان اللي عندنا هنا. البطاطس دي كمان استوت اهي. عايزه بس ايه تهدى. محتاجه تاخد لون شويه لكن هي استوت معايا. برضو هسيبها كده تهدى وبعدين نقدمها. ودي كانت افكار النهارده. عملنا ايه؟ عملنا النهارده شجره خطيره زي ما انتم شايفين كده. حكايه وتحفه وبسيطه. مقادير بسيطه واسهل حاجه فيها وابسط حاجه فيها. واللي مغنيها ان هي نتيجتها حلوه جدا رغم بساطتها. ودي عايزه اقول لكم اللي بتشجع الواحد ان هو يقوم يعمل. خلاص وعملنا كمان شجره من البطاطس واشكال من البطاطس للكريسماس. وزيناها كشجره. عملنا كشجره وقدمناها برده مع رشه جبنه رومي. وحطينا عليها كمان كاتشب. حطينا عليها رمان وحطينا عليها بقدونس. بسيطة ولذيذة وحلوة. وكل سنة وكلنا طيبين. يا رب دايما متجمعين من سنة لسنة احنا وكل حبايبنا وكده دايما فرحانين. بكرة ان شاء الله هشوفكم في حلقة جديدة. هنعيد مع بعض طبعا حلقة رأس السنة. ان شاء الله تكون مميزة جدا جدا بيكم على فكرة. والافكار ان شاء الله ترضيكم. شوفكم بكرة على خير. كل سنة وكلنا طيبين ويتعاد علينا كلنا الأيام بخير يا رب. بكرة من واحدة لاتنين والقعدة زي ما انتوا عارفين وحافظين. الرابعة صباحا. بحبكم من كل قلبي. باي باي.